والخلاصة في تطهير المتنجس أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما كانت نجاسته مخففة، والذي نجاسته مخففة هو بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وكذلك أيضا المذي، بول الصبي والمذي هذان نجاستهما مخففة يكفي فيهما النضح، كما جاء في حديث عائشة، وكذلك أيضا نعم أم محصن بنت قيس رضي الله تعالى عنها. القسم الثاني ما كانت نجاسته مغلظة، وهي نجاسة ولوغ الكلب في الإناء. ولوغ الكلب في الإناء هذا لا بد فيه من سبع غسلات إحداهن بالتراب، في مسلم أولاهن بالتراب، نعم لا بد أن يغسل طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، خرجه مسلم البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. بقية نجاسات الكلب من النجاسة المتوسطة. النجاسة المغلظة هي ولوغه في الإناء، لا بد عن من سبع غسلات إحداهن، والأولى أن تكون الأولى. أما ما يتعلق بروثه وبوله فهذه من النجاسات المتوسطة. القسم الثالث، القسم الثالث ما عدا هذين القسمين. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب، هل اشترط التراب أو أنه يجوز ما يقوم مقام التراب من المنظفات إلى آخره؟ هذا موضع خلاف، وأكثر أهل العلم قالوا بأن هذا ليس مرادا لعينه التراب، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب التخفيف والتيسير على الناس. وعلى هذا لو وضع شيئا ينظف غير التراب فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. القسم الثالث بقية النجاسات، مثل الدم المسبوح الذي يخرج عند تذكية الحيوان، ومثل بول الكبير الذي يأكل الطعام، ومثل الغائط ونحو ذلك. فهذا هل تشترط له سبع غسلات أو لا؟ قال لك المؤلف لا تشترط له سبع غسلات، لأن الحديث الوارد في هذا، الحديث الوارد حديث ابن عمر، هذا ضعيف، وإنما يكاثر بالغسل حتى يغلب على الظن طهارة المحل، فإذا غلب على الظن طهارة المحل كفى ذلك. ويدل لهذا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، في الصحيحين. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سبع غسلات.